السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا اللي نسكنوا في العاصمة والمدن الساحلية كما ورن أو عنابة وما من المدن اللي ما يكونش بعيد عليهم البحر، نحبوا نزوروا المناطق الداخلية تاع بلادنا وخاصة الصحراء. عندنا أماكن شابين اللي يعرفوها أغلبية الجزائريين اللي هما تاغيت، تيميمون، جانات إكسيتيرا، لكن كاين مكان اللي يعرفوه قليل من الناس إي بوغتون بزاف شباب، تلمو شباب وتلقى عليه اسم أريزونا الجزائر. اركبوا معنا في هذه الرحلة باش تعرفوا على سماوه أريزونا الجزائر. قلعنا مساحة أول ما يفلي الباربيوس مع الجروب حبيب أدفونتور باش نروحوا دائرة بريزينا اللي تقع في ولاية البيض. لا ديستونس ما بين جزائر العاصمة وبريزينا هي ب 590 كيلومتر. النهار اللي مشينا فيه بقوا يومين على المولد النبوي شريف. بلا ما نقولكم كانت الدخلة والخرجة تاع العاصمة مغلوقة بعد هالديرونجمون صغير، الحمد لله تسرحت وبدينا ناخدو ليتينيرار ديالنا. بيان سور حبسنا عدة مرات باش نريحو ناكلو ونشرو حاجة اللي خصتنا. بعد مرور عدة ساعات حقنا اخيرا لولاية البيض اللي راهو يطلع ليها نهار كيما راكم تشوفو. حبسنا اخر مره في المقهى باش نستراحو ونطلعو الطاقه ديالنا. درك نتوجهو لدائره بريزينا اللي بعيده على لو سونتر تاع ولايه البيض ب 82 كيلومتر. لحقنا وسط مدينه بريزينا، لكن حنا نتوجهو مباشره لنقطه قوه منطقه بريزينا واللي عليها تسمات اريزونا الجزائر. هادو يسموهم جبال الغور. كما ليطا داريزونا اللي يقع في امريكا عندها ملايين سنوات، منطقه بريزينا كانت فيها انهار ضخمه اللي كانت تمشي على جبال الغور. مع الوقت حفرت هاد الجبال من قوه عبور المياه اللي هي ليروزيون وترسمت هاد الجبال بطريقه طبيعيه مع مرور الوقت. نلقاو في جبال الغور عدة أشكال كما هنا نشوفوا خريطة الجزائر الأفقية. هاد الشكل كاين يشبه بكلب من نوع الكانيش أكرمكم الله، وكاين يشبه بالسفنكس المصري. منظر جبال الغور بزاف شباب، ولهذا اصطالينا الكون ديالنا هنايا، درنا أن بيفواك هكذا باش التجربة ديالنا تكون أصلية. بريزينا عندها تاني تاريخ، لهذا رانا رايحين نزورو قصر امرأة معروفة واللي هو قصر بنت الخص. معظم روايات شعبية يقولوا أن مباركة بنت الخص عاشت ما بين القرن 14 و 15 ميلادي، وكانت بنت اللي كان يحكم في هذه المنطقة. مع كبر سنه بنت مباركة بنت الخص هي اللي ولات تحكم في مكان الأب ديالها، والسكان ولو يحبوها تمتم لأنه كانت معروفة باللي تعدل ما بين الناس وكريمة مع الفقراء، وخاصة كانت معروفة باللي امرأة بزاف ذكية، للذكاء ديالها خلاها تيفيتي عدة حروب. القصر جدد من طرف ولاية البيض، لكن البناء ديالو بقى أصلي. لهنا تشوفوا غرف اللي كانوا كبار، وهنا غرفة حراسة اللي فيها ثلاث نقاط مراقبة. بعد التجربة الغنية تاع قصر بنت الخاص، توجهنا باش نشوفوا لي غوت اللي حكاو لنا عليهم. أنا كان عندي إعجاب كبير كيما شفت لي غوت ميرفيوس تاع زيامة المنصورية بولاية جيجل، هكذا باش نكومباريوهم مع لي غوت تاع بريزينا. حاجة الأولى لاكسي ديالها صعب ويلزم لكم أحذية سبيسيال روندوني باش تكونوا ألاز. بعد دخولنا من الغار لحقنا أخيرا لي غوت. كيما على بالكم تشكلت هاد الكهوف بتسرب المياه اللي فيها الأملاح المعدنية واللي تصنع هاد الأشكال، وهذه خلال ملايين سنوات. رانا بعاد على لي غوت ميرفيوس تاع ولاية جيجل فيما يخص الجمال، لكن تكتشف دي غوت في منطقة باب الصحراء هذه حاجة مليحة بزاف ولازم تديروها. اليوم الأول كان غني بالتجارب في بريزينا، الآن نولو الكون تاعنا اللي راه يتسنى فينا سهرة مع الأحباب.
بعد هاد لولوفيت صولي شباب نضنا نشربوا قهوتنا باش نكملوا زيارتنا في هاد المنطقة. اتفقنا نتغدوا في البارش تاع بريزينا، لكن من قبل رحنا شفنا محمية الغزال تاع درع النكت اللي البعد ديالها هو ب 35 كيلومتر على جبل غور. في هاد المنطقة في الأغلبية كاين زوج أنواع تاع الغزال، كاين غزال رهيم وغزال سويني. للأسف هاد الأنواع مهددة بالانقراض على جال صيادة غير شرعية، لهذا نشأت هاد الوكالة باش تحمي هاد الأنواع، وهادي حاجة مليحة وحنا نشجعوهم. الآن رانا في البراج تاع بريزينا، معروف تانيت باسم براج لروية. هاد الأخير لكاباسيتي ستوكاج ديالو هو ب 123 مليون متر مكعب. كما قلت لكم من قبل حبسنا هنايا باش نتغداو وفي نفس الوقت نتأملوا منظر براج لروية. لا ما جبتوش معكم الاكل، تقدروا تشرو اسماك وتشوهم سيغ بلاص. هاد الاسماك تشروهم من يد صيادين اللي صيدوا هاد الاسماك في هاد البراج. بفضل تقنية تربية الاسماك لاكواكولتور اللي بدات في 2008، سكان منطقة بريزينا اكتشف متعة صيد الاسماك اللي احيانا يصيدوا اسماك يفوتوا الوزن ديالهم 2 كيلوغرام. منطقة بريزينا وبالتحديد دايت الجل عندها اثار قديم بزاف اللي خلى الجروب ديالنا متشوق بس يكتشفوه، هم اثار ديناصورات. حسب لوغيد ديالنا هاد لي تراس تاع اقدام ديناصور اللي عاشوا في هاد المنطقة عندها 160 مليون سنة. نقدروا نلاحظوا خطوات ديناصور اللي تواصل عدة امطار. بحث في الانترنت ولقيت دي زارتيك اللي يقولوا ان المختصين في المجال اكدوا على ذلك، وهاد الاثار تاع بغاشوسوروس هو نوع من انواع الديناصورات. الجروب تاعنا كان فيه حوالي 20 شخص، كان يتقنع وكان لي لا اروحوا تشوفوا بعينيكم هكذا باش تكون عندكم نظرة شخصية ديالكم. كما قلنا منطقة بريزينا تقع ما يسمى باب الصحراء، لهذا نلقاو فيها واحات اللي فيها حوالي 30 ألف نخلة. نلقاو فيها تاني لي دون اللي نلقاوهم قدام مدينة بريزينا. لي دون ماشي كبار بزاف وعندهم مساحة محدودة، رانا بعاد على لي دون الكبار مثل تاغيت، لكن يكفوا باش تديروا فيهم صور اللي يبقاو في الذاكرة. مع هاد الرمال اللي تنتهي رحلة ديالنا في منطقة بريزينا اللي صراحة ما ندمناش كيما زرناها. السلام عليكم. فوالا كوم شاكاني عندنا هيدا دي صورتي انتر جروب انتر امين، نتلاقاو ونخرجوا شاك فوا نروحوا بلاصه. هاد العام في ليفينمون تاع المولد النبوي الشريف سيسا خرجنا قلنا نروحوا لهادي اريزونا، سمعنا عليها قالوا لنا شفناها في كلكو فوتو هيدا مع دي زامي، شفناها يعني تستاهل زياره، تستاهل بيبواك، تستاهل يعني قاعده فيها مع الحباب. شكون سمع بريزينا؟ بريزينا تقع في ولايه البيض، معروفه بلي البيض بارده، بلا ما يحبوش يجوا ليها، يتقولوا لنا بريزينا وين جايه البيض، خليني البيض بارده. الكونترير جيت انا بريزينا لاني باسي، جيت وحدي، هذه خطره جيت كوم ان اورغانيزاتور وني نمثل حبيب ادفانتير. جيت مانيفيك بلاصه، مانيفيك، واش تحوس تلقى جبال الغور. جبونس ما كاش كاع ايتيكادي ابار في اريزونا، هم مسمين هذوك اريزونا الجزائر، منطقة سياحية مهجورة، ماشي نقول ما نقولوش مهجورة، ما حبوش يديكوفريوها. لازم تجوا لهذه المنطقة تشوفوا ناسها كوراما، حاجة الأولى. حاجة الدوزيام، منطقة سياحية ولا أروع. أنا راني موافق واش قالوا حبابنا، لأنه نقطة قوة بريزينا هي نلقاو عدة تسليات في منطقة واحدة، جبال غور، قصر بنت الخص، لغوت، أطارات إلى آخره، وليا هي كل جزائري لازم يزورها. نشكر ليكيب تاع حبيب ادفونتور اللي بهم عرفنا هذا المكان، ونشكر ديوان المحلي لسياحه بريزينا اللي قاموا بنا كما يحب الحال.